فرحة هستيرية، جنون كروي، عشق أبدي، سمها ما شئت، كلها كلمات تصلح عند تسجيل هدف الفوز في فلسطين، تصلح أيضا عندما واجه أهل الخليل شق الوطن الثاني اتحاد الشجاعية في أول مباراة منذ 15 عاما تجمع بين الضفة وغزة. فلا الفوز رغم أهميته الحدث، ولا كل شيء يعادل كسر الحصار الرياضي وفوز اتحاد كرة القدم. يعني السياسيين يصير في عندهم عدوى ويدركوا ما معنى الوحدة. البند الثاني انه احنا كاتحاد راح نبني على ما تحقق لتكريس حيادية الرياضة من التجاذبات السياسية والاجندات السياسية والجهوية والشخصية، وأن تبقى عنصر وحدي، وثانيا أن نعمل على نشر اللعبة وتطوير اللعبة وفق قوانين اللعبة بمظلة دولية. في ملعب الحسين بن علي في الخليل كان موعد الإياب، فالجماهير تخلت عن عاداتها وحضرت بكثافة حتى قبل موعد اللقاء بساعات، وامتلأت المباني المجاورة، فالأهلي حشد كل طاقاته والشجاعية حظي بتشجيع طوال اللقاء، فاق في بعض الأحيان جماهيره في القطاع، فالحناجر لا تهدأ والأقدام في الملعب لا تتوقف والعيون تترقب اللقاء، فهو حدث تاريخي. إحنا كلاعبين قدرنا نخلص المباراة الشوط الأول ننهيها، ولكن أي حلاوة كرة القدم إنه الواحد يضيع وبالنهاية يفوز بصعوبة، مش يكون مش بسهل، هذا هو حلاوة النهائي. هاي كرة القدم يعني دائماً تبقى فايز وتلقى هذا ما غيرش يضيع فرحتك كلها. يعني اللاعبين يعطيهم العافية، ما قصروا، جمهور شباب الخليل شكرا له، كل احترام لهم، ما قصروش معانا. أهل الخليل بنقول لهم مبروك، يعني إحنا أول ناس حيشجعوا في البطولة الآسيوية، اتحاد الشجاعية جماهير ولاعبين حيكونوا معاهم، يعني أنا ببارك لهم، بقول لهم كل احترام لكم وربنا يوفقكم في البطولة الآسيوية. فاز الأهلي باللقب وحظي بشرف المشاركة في الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الآسيوي. فوز جاء صعبا، فالشوط الأول انتهى بهدف وائل مريسات، لكن علاء عطية قلب الكفة للشجاعية في الثاني. قبل أن يخطف المتمرد أحمد ماهر هدف الفوز والعبور، هدف اشتعلت معه المدرجات وأضاءت المفرقعات السماء، وخط فصلا جديدا في معركة اتحاد الكرة الرياضي مع الاحتلال. هدفها أول شيء توحيد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة ولا الضفة الغربية. صحيح مباراة رياضية، لكن هدفها التوحيد ونكون إخوة بين الضفة وغزة، لا فرق، مش إحنا شعب واحد من الشعبين. مباراة منذ 15 سنة بتصير بين الضفة وغزة، الحمد لله على كل شيء، فرحة لا توصف صراحة. مباراة كانت صعبة للنادي الأهلي، كانت ضعف بين يدينا، بس الحمد لله على كل شيء. لقب تاريخي للأهلي الخليلي، لقب حمل اسم كأس فلسطين، لكنه الأول منذ 15 عاما لفائز من مباراة تجمع بين الضفة وغزة، فائز كفوز اتحاد كرة القدم في معركته الرياضية ضد الاحتلال. بتلفزيون القدس، محمد العدم، استاد الحسين الدولي. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.